من وراء هذه المشكلة؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب الآن الشيطان عدو وهو متربص وواقف كما قال حي على الصلاة حي على الفلاح على رأس هذا الإنسان، حتى شيطان له نفسه، حتى شيطان له أو عليه نفسه. طيب كيف يدفعه؟ ألا يحتاج إلى استعاذة؟ يستعيذ بالله؟ طيب تجده إذا قيل له كم مرة تستعيذ في اليوم؟ يقول لك إذا استعيذ ثلاث مرات مثلا أو شيء من هذا القبيل دبر كل صلاة أو ما شابه. طيب أنت عندك الآن عدو متربص ببابك، والاستعاذة هذه جزء من التحصين، لا بد أن تكثر منها. يعني إذا كنت تستعيذ بعد صلاة الفجر مرة مرتين مثلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إذا كنت تقولها ثلاث مرات فأتي بها 21 مرة، استغرق الوقت حتى تدفع هذا الشيطان بعيدا، لأنه إذا ذكر الله خنس الشيطان. جعلها بعد كل صلاة 21 مرة، لأن الذي أنت فيه ليس أمرا هينا، لا بد من دفعه بالقوة، وذكر الله فيه قوة، قوة شديدة جدا. ولكن متى؟ إذا استمسك به الإنسان. أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامة. هذه بدلا من أن يأتي بها ثلاثا مثلا يأتي بها أكثر. نفس القضية مع الدعاء، بأن يصلح الله له شأنه ويكثر من هذا الدعاء أيضا، لأن الإكثار من الدعاء جعل الدعاء بعدد يصبح كأنه ورد، والبركات بركات الإجابة تحل على هذا الإنسان من عند الله تبارك وتعالى مهما التزم هذا الإنسان بذلك الورد. مثلا اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، هذه حتى المشايخ يوصون بها فيكثر منها، بدبر كل صلاة سبع مرات إن شاء الله 21 مرة في السيارة في كل مكان. بهذه الصورة مع الأذكار الأخرى، لا إله إلا الله كما قلنا مرارا وتكرارا دافع للوساوس، إذن هو يبعد الشيطان ويبعد الوسوسة حتى التي تأتي من بعيد، فيكثر من لا إله إلا الله في طريقه للعمل لا إله إلا الله، في عودته لا إله إلا الله، وكذلك يحوقل، بمعنى أنه يبرأ من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته. مع هذا يمارس الرياضة ويضع خطة محكمة لبرنامجه اليومي، يجالس الأصحاب الناصحين ويعني يحضر المجالس الطيبة. المهم أنه يضبط أمره، لا يمكن للشيطان أن يقف أمامه في هذه وهو صامد. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف، لكن إذا كان الإنسان أكثر ضعفا من كيد الشيطان لا شك أن الشيطان سيتسلط عليه. ثقوا تمام الثقة أن الإنسان مهما أراد أن يبلغ مقاما من المقامات فإن الله تبارك وتعالى قد ركب فيه القدرات والطاقات والملكات التي تعينه على الوصول، لكن يبقى الإنسان يريد أو لا يريد، هذه واحدة. يبقى الإنسان إذا أراد هل يسلك الطريق الصحيح، هل يسلك الطريق الصحيح أم يسلك الطريق التي يعني يتخبط فيها خبط عشواء، هل هنالك منهج وخطة ولا ما شيء، هل هنالك قياس وتقويم ولا ما شيء. هذه عوامل كلها لا بد أن يضبطها الإنسان، كأنه يدير شركة من الشركات يراقبها من كل النواحي حتى يرفعها أو يوصلها إلى مرتبة الربحية. نفس القضية، فالإنسان إذا كذلك الإنسان أيضا بحاجة إلى أن يستعين بإخوانه، ولكنه إذا استعان ما يستعين بالضعفاء وإنما يستعين بالأقوياء. ليش؟ حتى يكون الهدف الذي أمامه عالي، يحاول ويجاهد أن يصل إلى ذلك الهدف. اتصل بأحد الشباب قبل أيام ويريد تأويل الرؤية، قلت له لا يعني لا أعلم، لا علم لي بتأويل الرؤى، لكن هات يمكن شيء بشارة ولا شيء سبحان الله نستأنس بها. فقال رأيت أني أجلس مع مجموعة من الشباب في مكان في حفرة أو مكان، وكلنا يشرب لبنا ولكنهم يشربون اللبن بسهولة ويسر، وأنا ما أستطيع، ما يأتيني اللبن، تأتي الرغوة فقط، رغوة اللبن فقط هي التي تصل إلى الفم. فيعني سألته عن أولئك الأشخاص فقال أولئك ما شاء الله مجتهدون في الدعوة وفي غيرها وكذا، وسألته عن حاله
قلت له كيف حالك؟ قال الحمد لله، ولكني ما صليت الفجر في المسجد في هذا الشهر إلا مرة واحدة فقط بسبب الضغوطات والامتحانات أو العمل أو ما شابه ذلك. سبحان الله، يعني نقدم أمور الدنيا وامتحاناتها على أمور الآخرة وامتحاناتها. فالرؤية هذه واضحة بأنه لم يستطع أن يستسيغ الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والفطرة في هذا الزمان بتشريع الله تبارك وتعالى وبما جاءت به السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه إشارة إلى أن الإنسان، أن هذا الإنسان عنده قصور، عنده تقصير. فإذا عرف العلة التي هو يعرف ولكنه بحاجة فقط لأن ينبهه أحد أو يخبره أحد، لست بحاجة، واقعك ينبي، فلماذا تبحث في الرؤى؟ يعني لماذا تبحث في الرؤى عن بشارات والواقع ينبي بأنك من أهل التقصير؟ بل جاهل أولا واستفق. فهذه قضية أيضا ينبغي يعني أن ينتبه إليها. قد يرى الإنسان مثل هذه الرؤى ولكنه لا يلتفت إليها، وفيها إشارات أو رموز تدل على أنه مقصر. كمتصل سمعته منذ فترة يتصل بأحد المفسرين ويقول له رأيت أني يعني مت وحملت وغسلت وكفنت وحملت، حملني الرجال إلى القبر ووضعت في قبري ولحدت وسمعت الناس تنصرف وأنا أصرخ. فسأله المفسر هل تصلي الصلوات؟ قال لا، أنا لا ما أصلي الصلوات. قال طيب هذا ما سيحدث حقيقة لك ولغيرك، ولكن العذاب الذي يعني ستجده في 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 الآخرة هذا تكلم به القرآن الكريم، لا يحتاج الأمر إلى تأويل رؤية، أنت تعرف مقدار هذا النقص. فأتصل وهو يرتعب خوفا من هذه الرؤية المخيفة المزعجة. الإنسان يراقب نفسه، فقد يرى الإنسان في المنام إشارة ينبهه الله تبارك وتعالى بها إلى أن شيئا من القصور عنده، فعليه أن يضبط الخطة.